مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون بطولة العراق الكبرى للمحابس من خلال شاشة قناة الديار الفضائية. نلتقي بهذه المباراة مع فريق الكوفة وفريق الكسرة. رئيس فريق الكوفة السيد رشاد، أهلا وسهلا بك يا سيد. لو قال لي انا قومك سيد. ورئيس فريق الكسرة فراس رشاشة، اهلا وسهلا. المساعد بالنسبة لفريق الكوفة السيد حسين، اهلا وسهلا. والمساعد حوى لفريق الكسرة. اللجنة التنظيمية والتحكيمية لهذه المباراة وجميع مباريات البطولة، رئيس اللجنة رعد العزاوي، ابو طليعة، اديب البغدادي الأسد، إسماعيل أبو بيداء، الحاج سهيل، مشرف على الحكام وليد السام الرائي، وضيف اللجنة مهدي الهندي، وعضو اللجنة التحكيمية مهند القصاب. حكم هذه المباراة الحاج سهيل، تفضل حجي. الآن تتم عملية إجراء القرعة واختيار المحبس اللي يتنافس عليه الفرق. المحبس هذا، اوكي اوكي هذا هو. علي 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 علي. المشاهدين بعد اجراء القرعه، المحبس الان بشباب الكوفه، والنتيجه كالاتي: 2 للكسره، لا شيء للكوفه. وهذه بدايه المباراه، خليكم ويانا مشاهدينا وخلي نتابع هذه المباراه حماسية. يلا هذا بطل العراق، شهيد هذا الشهيد البطل رائد طماطة، شاعر ومبيتشي لمبيتشي لفريق الكوفة. ألف رحمة على روح كل شهداء العراق، وإن شاء الله يتغمدوا أرواحهم الجنة. هذه بداية المباراة والنزلة الأولى فعل راسك لفريق الكسرة فراس رشاشة. ميدك فعل راسك، فعل راسك، طيب فعل راسك، فعل راسك، فعل راسك، ارفع راسك، طلع حليدك، ود وي وي، ايدك ايدك طلق اليمنى، ود ايدك طلق 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 للاخير. حلوه يا رشاشه، طلع حليدك، فعل راسك، ود ايدك طلق اليمنى، قد ايدك فعل راسك، ايدك قد ايدك قد ايدك ايدك طلعها، طلق ايدك ايدك باو علي، طلع حليدك وكل هاي، قد ايدك رفع راسك، مرتله ايدك 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 والله باو علي، ايدك راسك، ايدك عيني، ايدك عيني، ايدك عيني، ايدك وقف علاوي، ايدك طلق اليمنى اقعد، طلق اليسرى اقعد للاخير. ارفع لي راسك، ارفع راسك، ارفع راسك. هذه محاولة أخرى لفريق الكسرة. فراس رشاشة نزل نزلة قوية ولكن ايدك ما توصل، ايدك ارفع لي راسك، ايدك راسك. محاولة أخرى لفريق الكسرة، ايدك عين ارفع لي راسك. ضيف اللجنة التحكيمية ارفع لي راسك، باقر العبيدي ارفع لي راسك، شباب ارفع لي راسك، ارفع لي راسك بدون زحمة عليك. سليم العتابي، ايدك عيني، قل لي قليل منقعد، ايدك عيني، ايدك عيني، ايدك قل لي قليل يسرى، قد نبصفة، قل لي قليل منه، قد
اللي بصفر قد اللي بصفر قد ما اخذ غلط اطيه لا اخذ مع بس غلط اطيه خادم انا ايدك بس ارفع لي راسك بس ارفع لي راسك ايدك عدلها ايدك ايدك وقفها بس وقف لي اياها ايدك ايدك بلقي لي من اقعد بلقي لي اسرع اقعد ايدك طلعها فك اليمنى فك اليسرى حلوة يا رشاشة ايدك لاعب كبير جدا ما هو علي طلق اليسرى طلق اليمنى شهر الخير علي اسلام شع نوره وشهر الخير عيني شهر الخير يا بشهر الخير اي وشهر الخير يا بشهر الخير شهر الخير جانا وفرحة الاسلام الإسلام يمر ذكرى علينا بكل سنة وكل عام قعدنا ويا السحور بدقة الدمام قعدنا ويا السحور بدقة الدمام فرحانة وتنطر الناس مسرورة وشهر الخير عيني شهر الخير يا بشهر الخير على الإسلام شع نوره بس ارفع لي راسك ما هو علي ايدك عيني ايدك اغاتي ايدك عيني بس ما هو علي بس ما هو علي ارفع راسك ارفع راسك ايدك عيني ارفع راسك ارفع لي راسك ايدك ايدك عيني ارفع لي راسك ايدك عيني ايدك عيني ايدك ايدك طلع ايدك والله طلع حديدك طلق 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 هل عظمان كل البطل حلوه هل عظمين كل الفوق طلق ايدك استادي ايدك عيني طلق لي من اقعد طلق لي اسر اقعد طلق لي من اقعد طلق طلق بس 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 دور وخذني وياك يا ابو الرذل دور وخذني وياك ايدك عيني طلق 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 ايدك طلق 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 حلوة يا رشاشة قام يشتغل هسه رشاشة رشاشة اشتغلت حب عتاد طلق هالعظمان بهالعظمان بهالعظمان كل الدنيا صفق لي ايدك مرتلو ايدك مرتلو علي Thank you.
ارفع لي راسك ارفع لي راسك بدون زحمه عليك ارفع لي راسك بلا طلع ايدك مرت اللخ مباراة قوية جدا حماسية ارفع راسك راس ارفع لي راسك بدون زحمة عليك باللحظات الأخيرة غير رأيك باللحظات الأخيرة حضور متميز وكبير جدا لرؤساء الفرق ومحبي وعشاق اللعبة يحضرون هذه المباراة صراحة هذه المباراة تعتبر من المباريات القوية جدا بالدوري ايدك طلح ايدك عدله ايدك طلح ايدك مرتلق طلح ايدك يلا يا طال ايدك عيني طلق ايدك عيني طلق ايدك عيني طلق دور وخذني وطير بيا غلا ذبني على اللي بالقلب تذكره دور وخذني وطير بيا غلا ذبني على اللي بالقلب تذكره يمتى اشوفه وصل اليندهرة يمتى اشوفه وصل اليندهرة لبوسه من خده دبل داور وخذني وياك عيني دخذني وياك مهدي دخذني وياك الهندي دخذني وياك داور وخذني وطير بيا غارة وذبني على اللي بالقلب تذكره يمتى اشوفه وصل اليمداره يمتى اشوفه وصل اليمداره لبوسه من خده دبل داور وخذني وياك الاسد خذني وياك عيني دخذني وياك يا ابو الربع دخذني وياك يا ابو الربع ايدك طلعها طلق اليمنى اقعد لاعب دولي طلق اليسرى اقعد الكوفه طلق اليمنى اقعد طلق اليسرى اقعد نهدي له المحبس حلوه الروح الرياضيه العاليه بين ايدك ارفع على راسك اعضاء الفريق الواحد ارفع على راسك طلق اليمنى اقعد طلق اليسرى اقعد طلق اليمنى اقعد طلق اليسرى اقعد طلق طلق باسمي انا باسمي انا باسمي انا باسمي انا يلا يا بطل يا رشاشة ارفع لي راسك ارفع لي راسك ايدك ارفع لي راسك مباراة قوية جدا ايدك طلق ايدك طلق ايدك طلق ايدك ايدك طلعها طلق اليسرى طلق طلق اليمنى طلق طلق اليمنى طلق هالعظمين 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 هالعظمين
كل الجو طال. حلوة يا رشاشة، حلوة يا فراس. ايدك عيني. منو باقي؟ ثلاثة عندك، واحد اثنين ثلاثة، باقي لك دقيقتين من الوقت الاصلي. يا رشاشة قل لنا ايدك 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 طلعها ايدك. طلق 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 هالعظمين كل الفوق طلق. حمت المباراة العظمين كل الفوق طلق. طلع حليدك، طلع حليدك، باو علي، باو علي مرت اللخ، ايدك طلع حليدك، بس باو علي. طلق 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 طلق. العظمين ابنيتي العظمين كل الجو فوق طول. ابو علاوي، ابو علاوي عوف لي اياه. ايدك لا تستعجل، لا تستعجل ايدك علي. الله على هذه النقطة بالله، يعني توصل، توصل البطل ولكن باليد الأخرى. حلوة يا خضر الياس، منك أطلب مرادي يا خضر الياس، يا خضر الياس، أي يا خضر الياس، أي يا خضر. شالوا هالي وجاري شمعات الخضر مشتعلة من ناري، من كثر البكي ملوا هالي وجاري. إلهي شلون وانت بحالتي داري، إلهي شلون وانت بحالتي داري، وحق الحمزة والنبي وعلي الهادي. يا خضر الياس، يا خضر الياس، يا خضر الياس، منك اطلب مرادي. ايدك بلغي اليمنى، بلغي اليسار، هل عظمين كل الفوق طلق. هل عظم، هل عظم، بعظمين، بعظمين، بس على برشاشة. بس باو علي، باو علي مرت اللخ. لا تفرد، بس لا تفرد، بس خلها بعيده. دا تشيك، دا تشيك ايده بس، وروح اثنينات نفكك ايدك مرت الاخ. استاذ بس خلي يفرز لي عدل. اوقف مرت الاخ، مرت الاخ استاذ رجع لي. اي خطا انا تحملها؟ فرج ابو علاوي، فك الهاي. طارد هاي
فوقها. هذا باليسرى جوه لو بالفوق محدث بس خلاص عوفه لا تطلق اي واحد خليه ترى قبل الاخيره بس ابا يلا فرج هذا جوه طيب اي بلعبهم بلعبهم بس الدفاع دلوني والاسمر وين الاسمر وين اي الاسمر وين من يوم ما عني نفار ما هد قلبي ولا صبر ما عني نفار لا هاد قلبي ولا صبر ظليت واستنظر خبر ظليت واستنظر خبر ومساهر انا عيوني والاسمر وين الاسمر وين اي الاسمر وين تفاصيل اكثر عندك على هذه النقطه يعني اقول له بس انت يقدر ياخذ المحل ايش رايك بالجمهور اخذ جمهور كبير وما نسافر عليه بسيطه يعني مباراه حلوه مباراه حلوه مباراه حلوه وكبيره جدا ايدك ايدك عين ايدك ايدك وراسك والله بدون زحمه عليك بدون زحمه على كيفي هيك ارفع راسك ايدك عيني ارفع راسك ايدك طلعها مرتلخ ايدك يلا بنعمي طلعها لايدك ذب مشاهدينا انتقل المحبس الى فريق الكسرة قدر البطل فراس رشاشة ياخذ المحبس بصورة مو طبيعية يسولف لنا عنها اخوي العزيز وليد السامراء شو موضوع هذه النقطة؟ النقطة الأخيرة تمكن اللاعب فراس من تحديد المحبس هو بدأ يفرز بالدقائق الأولى نعم فقال له المساعد قال له باو ايش عندك تريدني اخذها هسه لو بعدين يعني كان متاكد كلش من ابو المحبس راح على نفس الايد والدليل راح على نفس الايد قال له ذب يعني ما قال له بس انت قال له ذب اذا رشاشه بطل ايه بطل وسيد رشاد الان سيد رشاد من الابطال يعني من الابطال اللي لهم ومشهودت له هذه المباريات مباراه اسح لوت يعني صارت احلى صارت احلى بالاخير قدر ياخذ رشاشه هديه عني هديه قلبي هديه قلبي باوعلي عني باوعلي باوعلي عني هديه عني باوعدي تعال شو تباوعلي يعني بات 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 باو عنا عني باو عنا عني باو علي ظاهر شو دي قلبتي باو علي دي عني باو علي باو علي عني عني باو علي ابن عمي باو علي باو علي قلبك على الاستاد يا ولد باو علي ديك عني بغيش راسك عني شنو قاعد تسوي بيدك علوش بيدك اخذ محبس ترى
يرفع راسه. انا عيني تباوع ارفع راسه. اي ها هيك يقول. تباوع عنا عيني تباوع عنا تباوع عنا. ديك استاذي؟ ديك استاذي عيني. ايدك ايدك ورا. قرب لي قرب لي خلي اشوفك. حلو 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 قلب انصاب بعيونه وصاب القلب شلون انصاب صاب القلب شلون شلون صاب القلب دي قلبي يلا يا ابطال تباوع لي رحم على والديك اديك عيني تباوع لي قلبي بين عيني اديك تباوع لي بن عمي سمو جماعته قاعد تباوعون اديك عيني اديك عيني تباوع لي شو شو ديك هل اضمن شو ديك عيني تباوع لي تباوع لي عيني هل اضمن قل لي السرطل بات شو دي خالي انت تدي خالي ضو علي ديك عيني ديك ديك عيني ديك يا قلبي ديك عيني ديك عيني ديك خالي ضو علي تدي قلبي ديك قلبي يا خالي دي قلب انت باوع علي عيني باوع علي عيني فاضي ايه عمو هذا من هذا وين قلت تمام وين قلت ما قلت احمد بس تباوع لي ابن عمي خليه وقف ديك شنو؟ هيات هيات اجي تني ديك بس تباوع خليه اشوفه حتى اذا بيدك اخذه والله شنو؟ هذا من المحبس اخواني ذاك الابيض غير؟ اطلع باقي لك دقيقتين هل عظمين؟ من الوقت الاصلي هل عظمين؟ هل عظمان هل عظمان هل عظمان وثاني واحد بالسرعه بط بسم جمالي شو عم يديك انت باوع لي باوع لي بطل بس خلي اشوف يديك انت باوع لي اشوف يديك لا لا يديك يديك لا هيك بس رجل عدل عتشاوي شلون افرزنا بعد رجل عدل ايدك عدل هيك ايدك عدل هذا وانا سين هذا لازم تطي انذاخس لا تطي انذاخس لا طرد لا تطي انذاخ نتيجه كبيره جدا لكن فوق يعني على الفريقين دير بالك يعني الان هذه محاوله اخرى اين فوق بصف الجوزي فريق الكوفه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حديث لي ثلاثة بسرعة استعد خادم واحد ديك عني ديك يرجع بس انت ديك خلص باو علي يا خالي يديك باوع لي باوع لي باوع لي خادم شو دي خالي تباوع لي انت يلا يا سيد رشاد يا بطل شو تباوع لي تباوع لي يدي خالي يديك وهذه مشاورات بين السيد رشاد والسيد حسين يلا يا ابطال اول واحد شوفهم هذول الثلاثه خلاص بس هذول الثلاثه محاولات عديده ولكن
مباراة صعبة جدا، كسر فريق قوي. طيب هل عمان هل عمان بس؟ شو ديك عني؟ ديك عني؟ حر يا علي. بس انا بوقف ديك يا بعد قلبي. وقف لك هلا شوفه يا عني. طيني ديك شو عمي؟ طيني ديك؟ حر يا علي. على راسك طلع حليدك قد في ايدك يلا ابويا مرت له ايدك يلا يا بطل يا رشاشه ايدك يلا يا فراس بل ارفع لي راسك قدر ياخذ باو عليه محبس ايدك طلعها والان هذه محاوله ايدك اخرى طلع. طلع حليدك ايدك ايدك وقفها ايدك ارفع لي راسك ايدك 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 ارفع لي راسك ارفع راسك ارفع راسك ارفع راسك ارفع راسك عندك شيء ها؟ من هو؟ يلا يا بطل شنو هو؟ إذا المشاهدين بهذه النتيجة يفوز فريق الكوفة ألف مبروك إلى شباب الكوفة وحظ أوفر إلى شباب الكسرة.